السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو نشوفوا مسائل تطبيقيه صفحه 39 من كتاب نجاح في الرياضيات الخامس ابتدائي. اولا، اشترى شخص قطعتين ارضيتين لهما نفس المحيط، الاولى على شكل مربع قياس ضلعه 15 متر، والثانيه على شكل مستطيل قياس طوله ضعف قياس عرضه. احسب ثمن شراء القطعتين معا، علما ان شراء المتر المربع الواحد هو 1200 درهم. هذه الأسئلة تساعدك على حساب ثمن شراء القطعتين. هذه الأسئلة، أرتب الأسئلة بكتابة رقمها الترتيب المناسب. ثانيا، أوجد الحل. أول حاجة، وأن عندنا قطعتين، واحدة على شكل مستطيل والثانية على شكل مربع. المربع ضلعه يساوي 15 متر، والمستطيل طوله يساوي ضعف عرضه، لأن L يساوي 2 L صغيرة. أول حاجة نرتب الأسئلة. السؤال الأول هو أحسب محيط القطعة المربعة. ثانيا، أحسب طول أحسب عرض القطعة المستطيلة، العرض أولا، ثم طول القطعة المستطيلة ثلاثة، ثم مساحة القطعة المربعة ومساحة القطعة المستطيلة خمسة، والأخير حساب مساحة القطعتين معا. ثم نبدأ. أولا، محيط القطعة المربعة في واحد يساوي 15 في 4، لأن محيط المربع يساوي ضلعه في 4، إذن يساوي 60 مترا. ثانيا، عرض القطعة المستطيلة كيف ما شفنا في التمرين، أن عرض القطعة المربعة يساوي عرض القطعة المستطيلة، أي أن بي واحد اللي هو قلنا محيط المربع، محيط المربع القطعة المربعة يساوي محيط القطعة المستطيلة. إذا بي واحد اللي هو محيط القطعة المربعة يساوي بي اثنان اللي هو محيط القطعة المستطيلة يساوي عرض المستطيل يساوي 2 في الطول زائد العرض يساوي 2 في، بما أن الطول يساوي 2 L زائد L يساوي 2 في 3 L يساوي 6 L، يعني 6 L تساوي 60 متر اللي هو B، إذن ديرنا تساوي 60 متر، إذن L يساوي 60 مقسومة على 6 تساوي 10 أمتار. هذا هو عرض القطعة المستطيلة. ثالثا، طول القطعة المستطيلة قلنا L يساوي 2 L، أي أن الطول يساوي ضعفي أو ضعف العرض يساوي 2 في 10
يساوي 20 متر. رابعا مساحة القطعة المربعة اس واحد يساوي 15 × 15، لأن مساحة المربع تساوي أ أس اثنان، أي الضلع أس اثنان اللي هو 15 × 15 تساوي 225 متر مربع. ثم خامسا مساحة القطعة المستطيلة اس اثنان تساوي طول في العرض تساوي 20 × 10 تساوي 200 متر مربع. رقم 6 مساحة القطعتين اس تساوي اس ان زائد اس اثنان اس واحد زائد اس اثنان تساوي 200 × 225 تساوي 425 متر مربع. ثم نحسب ثمن شراء القطعتين ١٢٥ × ١٢٠ اللي هو ثمن المتر الواحد أو المتر المربع الواحد تساوي 510,000 درهم. إذن هذا هو ثمن شراء القطعتين معا. ثانيا يعمل عامل 26 يوما في الشهر بمعدل 8 ساعات يوميا، يتقاضى عن الساعة الواحدة 12 درهما، أحدد مدخوله خلال 12 شهرا. أكتب سؤالين مرتبين يساعداني أو أكتب سؤالين مرتبين يساعداني على إيجاد الحل. أوجد الحل. السؤالين هما: ما هي أجرة العامل خلال يوم واحد؟ نكتبه هنا. ما هي أجرة العامل خلال يوم واحد؟ سؤال ثاني: ما هي أجرته خلال شهر؟ نحسب أولا أجرة خلال يوم واحد. يخدم 8 ساعات في اليوم بثمن 12 درهما للساعة، إذا تساوي 96 درهما لليوم. ثم خلال الشهر 8 أو أجرة يوم ضربها في 26 يوم اللي هي المدة اللي كيشتغلها بالشهر تساوي 2496 درهما. ثم أحدد مدخوله خلال
12 شهرا. إذن مدخول شهر واحد اللي هو 2496 درهما في 12 اللي هو عدد الأشهر اللي بغينا يساوي 29952 درهما. ثالثا، أقيم حول حديقة مربعة شكل سياج وباب بلغت تكاليفهما معا 7800 درهم، علما أن كلفة الباب 1200 درهم وعرضه 5.75 متر، وأن المتر وأن ثمن المتر الواحد من السياج هو 55 درهما. أحسب قياس المحيط. لا تمكن من معرفة قياس محيط الحديقة، أكتب سؤالين مرتبين وأجب عنهما. أولا، أول سؤال هو ما هي تكلفة السياج؟ السؤال الثاني، ما هو طول محيط أو قياس محيط الحديقة؟ تكلفة السياج هي 7800 درهم ناقص 1200 درهم تساوي 6600 درهم. ثانيا، محيط الحديقة، نحتاج أولا طول السياج هو 6600 مقسومة على 55 تساوي 120 متر. إذن طول محيط الحديقة هو طول السياج زائد عرض الباب يساوي 120 زائد 5.75 يساوي 125.75 متر. رابعا، انطلق سباق للدراجات على الساعة 9:55 دقيقة لطواف حول حلبتين، الأولى طولها 450 متر والثانية طولها 325 متر. إذا علمنا أن متسابقا طاف حول الحلبة الأولى 15 دورة ومباشرة طاف حول الحلبة الثانية 10 دورات وأنه يقطع 600 متر في الدقيقة، أكتب سؤالا واحدا لهذه المسألة كي أستعمل جميع الأعداد الواردة في النص للإجابة عنه. أوجد الحل. السؤال هو في أي ساعة انتهى هذا المتسابق الطواف؟ أولا نحسب عدد الأمتار، التي قطعها المتسابق خلال طوافه، وهي 450 في
في 15 أي الحلبة الأولى زائد 325 في 10 طواف ديال الحلبة الثانية تساوي 10,000. ثانيا في السؤال اللي طرحنا هو في أي ساعة أنهى ماشي انتهى أنهى هذا المتسابق الطواف. ثانيا نحسب مدة نحسب المدة الزمنية التي طاف بها هذا المتسابق وهي 10,000 10,000 متر مقسومة على 600 متر تساوي 16 دقيقة 400 ثانية تساوي كذلك 22 دقيقة و 40 ثانية بعد ما حولنا الثواني إلى الدقائق ولات عندنا 22 دقيقة و 40 ثانية. أخيرا نحسب الساعة أو الساعة التي أنهى بها السباق هي 6 ساعات الانطلاق اللي هي 9 ساعات و55 أو الساعة 9:55 دقيقة زائد المدة الزمنية اللي طاف بها وهي 22 دقيقة 40 ثانية تساوي 9 ساعات و77 دقيقة 40 ثانية تساوي 10 ساعات و17 دقيقة 40 ثانية بعد ما حولنا 60 دقيقة للساعة. خامسا عندما يكون منتصف النهار بمكة المكرمة تكون الساعة 9 صباحا بالدار البيضاء. انطلقت طائرة من مكة على الساعة 10:30 دقيقة في اتجاه الدار البيضاء واستغرقت رحلة هذه الطائرة 6 ساعات. في أي ساعة وصلت إلى الدار البيضاء بالتوقيت المحلي؟ قلنا عندما يكون منتصف النهار بمكة والمنتصف النهار هو الساعة 12 يكون بالبيضاء 9. إذن عندما يكون بمكة 10:30 دقيقة بالبيضاء تكون الساعة 7:30 دقيقة. في أي ساعة وصلت إلى الدار البيضاء؟ الساعة وهي 7:30 دقيقة زائد 6 ساعات اللي استغرقتها الطائرة في الرحلة تساوي 11:30 دقيقة. إذن هذه هي ساعة وصول الطائرة إلى البيضاء، عفوا ساعة 13 ليس 11، إذن ساعة الوصول هي 13:30 دقيقة.